دعتني هجوسي وابتدت انظم الجبال وبارك نغم بنت الشيوخ الكبال. دعتني هجوسي وابتدت انظم الجبال تسجيل والمكسات وبارك نغم بنت الشيوخ الكبال. بعد جهد 5 سنين نغم للفخر عنوان زهت بالشهادة في علامات عالية. دعتني هجوسي وابتدت انظم الجبال وبارك نغم بنت الشيوخ الكبالية. بعد جهد 5 سنين نغم للفخر عنوان زهت بالشهادة في علامات عالية. نغم يوم جد متخرجة ومعتلي هاشان نباركها بابيات القصيد وجوابية اسخر لها بيت الشعر واجمل الجبال واغني بعالي الصوت شيلة حماسية. نغم فيها تزهر جامعة والعزم كمان من شموخها اللي لا تفوق الشموخية وبها الكفو حماد للمرجلة عنوان عريب السلايل ذو رفيع المقامية. أبو ناصر الليلة تخرج نغم فرحان يفاخر ببنت فاخذتها بعزومية وحماد له وفاتي شاد لها النداء ومعروف صيته بالفعول الرهوية. هذا العنزي للمعتزي محتم المليار راع النخوة والفزعة وربعها للهية. أم ناصر الشيخة لها دوم قدروشان مبديها للطيبة وخصايل مهاوية سعادتها ما توصفها اليوم كل شي زان تخرج غلاها اللي ولا مثلها بنية زيدها بنغم في محفل الشعر والكفاء على العز ربتها وعلى الطيب مبنية. أخوها الكفو نصر خذا معروفا نشان مفعولة تلومس والمواقف رجومية والعنوز ربع فالحمى والوغى شجعان رجال الحرايب والفخر والبطولية وصيت الخواتف وحب العود والريحان وفرحتهم الليلة بنغم موقع علي. عسى الله يوفقها وتسعد مدارسنا بطول المعالي وتلتقي كل أمنية. عسى الله يوفقها وتسعد مدارسنا في استديو الإبداع الفني للإنتاج والتوزيع الفني.